بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نديروه على البليغات اللي غنعسلوهم بالعسل اللي صايبنا قبل. اللي ما شافش العسل ديالي يمشي يشوفه في القناة ديالي. دابا غادي نديرو نوريكم المقادير ديال الوصفة. عندنا نص كيلو ديال الطحين الفرص، غادي نديرو ليها ربعة ديال الزنجلان، عندنا صفر ديال البيضة، عندنا جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه، عندنا جوج معالق كبار ديال القرفه، قبصه ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الزيت الروميه، غادي نديرو معلقه صغيره ديال مسكه حره، وغادي نخلطو بماء زهر مع الماء. عندنا خماره، هادو هما المقادير. اللي ما تمكنش باش ياخذ المقادير معايا من الاول ديال الفيديو، غادي يلقى المقادير في صندوق الوصف، بالضبط المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. قبل ما نبدا الوصفه ديالي، غادي نوجد ما زهر مع الماء. غادي ندير نص كاس ديال الماء، هانتوما شفتوا القياس ديال الكاس كيفاش داير، نص كاس ديال الماء مع كاس ديال ما زهر، وغادي ندير الروح ديال الزهر، غادي نديرهم في كاسرونه، غادي ندفيهم شويه، عاد ديك الساعه يمكن ليا نجمع بهم الوصفه ديالي. هاد المقادير كتوجدوهم هما الاولين قبل ما تخلطوا المقادير ديال الوصفه ديالكم. بالنسبه للروح ديال الزهر كندير جوج نقيطات كافيين باش كيعطيوني ديك اللذه وديك الريحه الزوينه اللي كتكون في الوصفه. درت الماء زهر ديالي يدفى، هو والماء والروح ديال الزهر. دابا غادي نغربل الطحين ديالي كما قلت لكم، نص كيلو ديال الطحين في ربعه ديال الزنجلان. اللي بغى يذوب المقادير ماشي مشكل، يذوب المقادير ويزيد القياس ديال المكونات الاخرى، غادي يذوب له المكونات كاملين. من بعد ما غربت الطحين ديالي، غادي نزيد الزنجلان الوسط، غندير دوك جوج معالق ديال الزبده مذوبه، غندير جوج معالق ديال الزيت، غادي نزيد جوج معالق ديال القرفه. بالنسبه للمعالق، معالق كبار، غادي ندير ديك قبصه ديال الملحه، غادي ندير صفر ديال البيضه ديالي، غادي ندير معلقه صغيره ديال مسكه حره، بالنسبه للمسكه حره انا عندي مسكه حره بوماد، اللي ما عندوش ولا ما توفرتش ليه غادي يدير مسكه حره حبوب، دوك اللي كتكون فيها حبيبات، غادي يدير تقريبا واحد ثلاثة ديال الحبات، غادي يطحنهم مع سكر سنيدة ويزيدهم من الوصفة. غادي ندير الخمارة ديالي، غنبدا نخلط الوصفة ديالي كاملة، غنخلط المواد الناشفة هي الاولى، من بعد غادي نبقى ندخل فيها ديك الصفر ديال البيض اللي شفتو في التالي، راهو كاين في الجنب ديال هانتوما. شوف هاد الطريقة حتى كتمجد العناصر مزيان، عاد ديك الساعه كنزيد ليها الماء زهر والماء والروح ديال الزهر، كنمزجهم مزيان باش تخلط ليا العناصر كاملها وتنسجم مع بعضياتها، وديك الساعه كنخلط بماء زهر
بسم الله. دابا غادي نخلطوا الوصفه ديالنا بالماء الزهر والماء. خاصكم انا ننصحكم واحد النصيحه، خليو العجينه ديالكم حاولوا تكون رطبه باش ما قصحت، باش ما كتصعب عليكم في التسراح وكلشي، كتطلق لكم داك الزنجلان باش ما كانت رطبه، باش ما كتسهل عليكم العمليه ديال البليغات، وكتكون حتى ملي كتقلاو داكشي كتكون كتجي مقرمشه ورطيبه في نفس الوقت. حاولوا ما ديروش العجينه ديالكم تكون قاصحه، حيت كل طحين على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب دغيا، كاين الطحين اللي يحتاج الماء اكثر. داكشي ديما الماء وما زهر كيبقى على عينكم ميزانكم. انا ما كان واخا تعطي المقادير مضبوطه، كيبقى الطحين هو اللي كيحكم على قياس ديال الماء. انتما البنات، انا جمعت العجينه ديالي، غادي نزيد ندلكها مزيان، خاصها تدلك مزيان، غندلكها مزيان حتى تولي رطبه. شفتوها انتما باقي شويه قاصحه، غادي نزيد ندلكها، ولا باش ما حسيت بها قاصحه كندير داك شويه ديال ما زهر في يديا باش كنعاود نرطبها. غنستمر بهذه الطريقه حتى ترطاب لي العجينه ديالي مزيان ونخليها ترتاح. من بعد ما دلكت العجينه ديالي، ها انتما غادي تشوفوا الرطوبيه ديالها، ها رطيبه مطلوقه معايا. غنخليها، غادي نديرها في السلوفان، غنقسمها وغادي نديرها في السلوفان وغنديرها في الثلاجه ترتاح. انا قسمتها على ثلاثه تقريبا، جاوني ثلاثه ديال الطريفات، غادي نديرهم في الثلاجه لمده ديال ربع ساعه 15 دقيقه. غيديروا في الثلاجه واحد 15 دقيقه، بعد ما دازت ربع ساعه هاني جبت العجينه ديالي، ها هما دوك الطريفات الاخرين. انا دابا غادي ندلكها، كنسرح العجينه ديالي حتى تكون رقيقه، حتى ترقق مزيان. كنبقى غاديه معاها بشويه بشويه، ها نتوما حيت كتشوفوا ديك الزبده والزيت اللي درنا عليها، راه ما كتلصق ما والو، كتمشي معكم. راه كيما قلت لكم، الا خليتو العجينه رطبه ما غتوحلكمش في الخدمه، باش ما كانت قاصحه باش ما كتوحلكم ودك الزنجلان كيطير منها. ها نتوما كنرققها مزيان حتى كتولي بهذا الشكل، باش ما رققت معايا، باش ما كتجي البليغه ديالي مزيانه. وكتبقى الطريقه التقليديه احسن طريقه الصراحه، انا كتعجبني. ندير بالجراره، كندير القياس اللي بغيت، كندير قياس المربعات كيف ما بغيتهم. كتكون سهله في التقراس وفي انك تست فيها. انا كتعجبني هذه الطريقه الصراحه، والبليغات بالاجمال كيجيو بساط وسريعين في التحضير وسهلين زعما الصراحه، وكتصايبي منهم كميه كبيره. بعض المرات انا كنكتفي بهم هما في بلاصه الشباكيه، حيت تقريبا كيكونوا نفس المقادير ونفس الطريقه ديال التحضير، يعني كنكتفي انا بالبريوات على الشباكيه. دابا ملي كملتهم هكا غادي نبقى نشكلهم. هانتوما راه طريقه بسيطه وسهله، واي مبتدئه يمكن ليها تصايبهم بسرعه وبسلاسه، كيمشيو معاك وكديري كميه كبيره تبارك الله، كيخرجوا كميه كثيره. كما قلت لكم الباقي ديال العجينه غادي نجمعو، غادي نحتفظ به مع الباقي اللي بقى ليا من العجينه الاخرى حتى كيرطابوا، وكنشكل بهم حتى هما. يعني العجينه ما كتضيع لكش كاع في مره، كتستعمليها كامله. دابا كنخدم، ها نتوما شفتوه راه شويه صغيور، واللي بغى يدير بهذا الطابع حتى هو
ممكن المهم نتوما شوفوا على الشكل اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، كل واحد على حسب القياس اللي بغا. غنعاود معكم الطريقه، هذا هو الشكل اللي خدا في الاول. غنعاود معكم الطريقه، انا غنوريكم كاع الشكيلات اللي يمكن لكم تديروهم. غنعاود لكم الشكل الاولاني، هانتوما كديروا بالطابع الاول والطابع الثاني وكتجمعوها من الوسط، تقرصوها مزيان من الوسط كتعطيكم هذا الشكل. غنعاود لكم هذا الشكل حتى تشوفوا مزيان وتعرفوا طريقته. الى الورقه جاتني شويه غليظه كنعاود نرققها بيديه، كنطاليها بيديه باش كتجيني هذيك الطابع الثاني كيجيني في الوسط. كنديرها بهذه الطريقه، كنقرصها من الوسط وكتجي على هذا الشكل، كنقسم الورقه ديالي هنا على النص، العجينه ديالي كنحتفظ بداك النص الاخر نقدر نعاود نستعمله. انا غنوريكم كاع الاشكال اللي يمكن لكم تخرجوا من العجين، باش اللي ما توفرش عندها هذاك الطابع ولا شي حاجه يمكن ليها دير اشكال اخرين. هنا اغلبيه كنخدموا بالجراره في هاد الطريقه. كنقطع على حسب القياس انا اللي بغيت، يمكن لكم تكبروا يمكن لكم تصغروا. هنا البليغه كتجيكم رقيقه، هانتوما شفتوا على هذا الشكل. غنعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الشكل كيفاش. هانتوما الشكل سهله بسيطه اللي ما عندوش الطوابع باش يخدم، يمكن ليك يخدمها غير بيديه. هانتوما انا ملي كتجيني العجينه شويه غليظه راه كنبسطها بيديه وكنقرصها على هذا الشكل. غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي دوك المربعات كاملين. هاد العجينه اللي شاط لينا كنجمعها كنعاود نديرها في السلوفان باش كتبقى ليا رطبه باش نخدم بها من بعد. حتى كنسالي دوك ثلاثه ديال الاخرين اللي بقاو ليا، ملي نساليهم داكشي تاني اللي كيشط عليهم حتى هو كنجمعو كنديرو في السلوفان، ومن بعد كنحتفظ بها في الاخر على ما كتكون رطبت وكنعاود نخدم بها. غادي ندير لكم هاد الطابع وغادي نوريكم الشكل اللي غادي يخرج منه الطابع الاخر حتى هو، غنوريكم الشكيلات الاخرين. دابا درنا معكم، غادي نوريكم الاشكال اللي درنا قبيله، وغادي نوريكم دابا الاشكال اللي يمكن لكم ديرو من هاد من هادو. الشكل اللي الفوقاني دوك ربعه الاولانيين هما درنا وحده في وسط وحده، من بعد درنا هاد الطريقه ديال اللي درناها غير بالجراره ومربعات وصافي. دابا غادي نوريكم هادو كيجيو خفاف، اللي عنده الطابع يمكن ليهم كتجيكم حتى الطريقه سهله وسريعه بحالها بحال الجراره، غير انما الا كان الطابع كتسهل عليك باش تبقاي عاد ديري المربعات وديك الشيء، يعني كتجيك الطريقه سهله غير كتهزيهم وكتقرصيها من الوسط، يعني طريقه بسيطه. هادي حتى هي بنفس الطريقه غير كنقرصوها من الوسط. هندير معكم الثانيه باش تشوفوها. غنستمر بنفس الطريقه تنكمل البليغات ديالي كاملين.
هانتوما تقريبا خرجت لي ديك الكميه اللي وريتكم، خرجت لي ثلاثه البلاطويات بحال هكا. كميه تبارك الله كثيره. انا دابا غادي ندير الزيت باش نقلي، غنوريكم الكميه ديال الزيت. هذا هو قياس الزيت اللي غادي ندير. من بعد غادي ندير الزيت حتى تسخن مزيان، عاد ديك الساعه غنبدا نقلي فيها. كنبداو بالبلاطو الاول اللي بدينا به اللي استفنا فيه، ومن بعد وكنبداو بالحبات الاولين اللي درنا. هما الا عقلتوا معايا راه كنا بدينا بدوك اللي مضوبلين. ها هما شتيهم، كنحطوهم في الزيت اللي كتكون ما سخونش بزاف بين وبين باش كيدخلهم الطياب. الا كانت الزيت سخونه بزاف كيطيبوا غير من الخارج وكيبقاو من داخل الخضرين، يعني الزيت تكون شويه يلاه بدات كتسخن. كنستفو القياس ديالنا كامل اللي غادي نديرو في هاد القليه، كيبقاو يطيبوا على خاطرهم. هانتوما البنات شفتوا الى رديتوا البال راه بدات كيتسخن العافيه على المقيله ديالنا. انا استفدت القياس كامل ديال البليغات ديالي في هذا الطيفال. الا ملي كنشوفوا العافيه صافي سخنات بزاف وبدات كتغلى بحال هكا، كنقصوا شويه العافيه لان ما خاصهاش تكون سخونه بزاف باش كيطيبوا لينا بليغاتنا على خاطرهم، وكتدخلهم طياب من الداخل ومن الخارج. حيت الا كانت العافيه مجهده من الاول كتلهبهم وكيطيبوا غير من الخارج وكيبقى لداخل خضر. يعني من الاحسن تكون العافيه في الاول غير دافيه، ومني كتبدا غاديه وكتجهد كيسخن تسخن ديك الزيت مزيان وكتبقى هكا، كنقص العافيه ديالي كنديرها شويه مهيله باش يطيبوا في خاطرهم. انا منين يجيو للطياب راه غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هانتوما راه دابا تقريبا جايين للطياب، غير كيبداو يتحمروا شويه مع التوار ما كيبانش بزاف، ولكن المهم هانتوما راه غيبان لكم انهم بدات كتدخلهم الحموريه ملي كياخذوا هذا الشكل. هذا كنصفيهم من الزيت وغنديرهم في العسل ديالي. هانتوما البنات باقي خاصنا واحد شويه ديال الطياب وصافي، ديك الساعه غادي نحيدو. هذا هو قياس ديال الطياب ديالهم باش ما كيتحرقوش لينا وكيبقاو مقرمشين. كي كنحيدهم من الطفال ديالي كنعطسهم نيشان في العسل. كندير الكميه اللي كامله اللي قليت كنديرها في العسل ديالي، كنغطسهم كنخليهم واحد على ما كطيب القليه الاخرى باش كيشربوا العسل مزيان. هذا العسل اللي صايبت معكم هو اول فيديو درتو، راح كاين في القناه ديالي. اللي ما شافوش يدخل القناه ديالي وغادي يشوف الطريقه ديال باش يتصايبوا العسل. ما شاء الله هذا العسل تبارك الله عصايبت به شحال من وصفه وشحال من حاجه وباقي ما سالاش. دابا غادي نكمل به البليغات، يمكن هو اخر حاجه غادي نصايب فيه لان تقريبا قرب يسالي. بقلب ديال السكر البنات، والله الا قلب السكر كفاني لشحال من وصفه صايبت به، حيت ما درتش كميه كثيره. بحال دابا مثلا في هاد البليغات درت غير نص كيلو، يعني عطاتني تبارك الله ثلاثه البلاطويات كبار اللي وريتكم الشكل ديالهم.
هانتوما دابا غادي نخليهم يتعسلوا مزيان ويشربوا داك العسل مزيان. من بعد انا غادي ندير المقله ديالي، ندير فيها الكميه الاخرى اللي بقات ليا. غنبقى بهذه الطريقه حتى كنكمل البليغات ديالي كامل. دابا غادي نصفي البليغات ديالي، نديرهم في هاد الشبيكه، غادي نصفيهم كاملهم من داك العسل. كندير البليغات ديالي يسقطرو مزيان، في نفس الوقت داك العسل اللي كيبقى فيهم راه كيزيدو يشربوه. دابا في القليه الثانيه حتى هي غادي نمشي بنفس الطريقه، منين توجد القليه ديالي غادي نغطسها في العسل. هانتوما الشكل ديالو هكا. خاصهم يشربوا لي العسل مزيان. وبنفس الطريقه كيف ما قلت لكم غادي نخليهم يشربوا العسل وندير القليه الاخرى، وغنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي البليغات ديالي كاملين. من بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. هذا هو الشكل ديال البريوات ديالنا، هكا صدقوا معنا. نتمنى تجربوا الوصفه ونتمنى تصدق معكم. اذا تبعتوا الطريقه ديال التحضير كامله ان شاء الله غادي تجيكم كيف ما جاتني. تبارك الله جات زوينه في المذاق وفيها مذاق رائع. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، والى وصفه جديده ان شاء الله.